أمامكم يعني كل الضيوف الفنانين والأساتذة والمعلمين موجودين في مكان واحد. شكرا جزيلا ومنها للأعلى إن شاء الله جميعا. شكرا جزيلا. أعزائنا الحضور، لتقديم جائزة الممثلة المفضلة عن فئة المسلسلات، رحبوا معنا على المسرح بباسل خيار وكارمن بصيدس. مساء الخير جميعا، يسعد مساكم مع أحلى الحضور ومع أحلى التظاهرة الرائعة بوجودكم وبوجود هالكوكبة الرائعة من الناس يعني والفنانين الرائعين. شكرا لحضوركم جميعا. لينا كانت مخطوفة ومعنفة خايفة، عايشتنا حالتها وتعاطفنا معها، ورحمة بشخصيتها المتناقضة فوتتنا بمتهتها واحترنا إذا منتهمها أو منشفى عليها. زهرة بخفة دمها قوة شخصيتها عرفت كيف تفرحنا، عرفت كيف تبكينا وتدخلنا بموت حلو. وصايف اللي بتحوم حواليها الشبهات لعبت إنها فقدة الذاكرة وصدقناها. المرشحات لجائزة الممثلة المفضلة عن فئة المسلسلات هن تخيل ان حياتنا مش كتر صعبة من غيرك يا لينا. إلهام علي اختطاف. خلاص مش كتير. شجون الهاجري ملاك رحمة. نادين نسيب نجيل صالون زهرة. وبعدين معك يا عبد الله، وبعدين معك هيك بدنا نضل. شو القصة؟ خذ الله عليك. هدى حسين الناجية الوحيدة. تعبت من التجميل، تعبت من التزييف. والفائزة بجائزة الممثلة المفضلة عن فئة المسلسلات هي إلهام علي. السلام عليكم جميعا. أنا ما كنت أتخيل في يوم ما أن أنا ممكن أوقف على أرضي وأتكرم. أول شيء حابة أقول شكرا لأبونا وسندنا، شكرا لخادم الحرمين الشريفين، شكرا للملك سلمان بن عبد العزيز، شكرا إلى أخونا عزوتنا واللي وقف معانا وشجعنا ودعمنا إلى أن وقفنا على هذا المسرح، ولي العهد محمد بن سلمان. ممتنة لكم، ممتنة لكم. شكراً إلى اللي نفتخر فيه، إلى اللي دائماً أقول ويمكن ما يتصدق الكلام من غير تطبيل أو تجميل، معالي المستشار اللي وقف مع الصغير قبل الكبير. شكراً لمعالي المستشار تركي آل الشيخ،
شكرا للبيت الحاضن ام بي سي ولي بن ابراهيم، شكرا لكم جميعا، شكرا لعائله الهام. انا فيني دموع وفيني الصياح لان انا اليوم في ارضي جالسه اتكرم. هذه الجائزه مو جائزه الهام فقط، هذا جائزه المملكه العربيه السعوديه والفن السعودي. شكرا.